مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم بعد الصافره، معي انا عبيد نفاع. وجبتنا اليوم دسمه ومن السعوديه تحديدا. باجيو الاهلي السعودي عمر السومه الذي اضاع ركله الجزاء بمباراه مين؟ مباراه الفيصلي، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوم شديد عليه ومطالبات برحيله عن الفريق وانتقادات من اعلاميين وصحفيين سعوديين وغير سعوديين مهتمين بالشأن الكروي في المملكة. القضية كلياتها تعود لمباراة الشباب، مباراة الشباب اللي خسرها الأهلي 3-0 وطلع بعدها عمر السومة وصرح التصريح الشهير: الأهلي لم يدفع مهر الدوري والدوري له مهر. وبعدها طلع أيضا الحارس محمد العويس وصرح نفس التصريح. هذا التصريح الذي جعل جمهور الأهلي كله يوقف مع السومة ويوقف مع العويس انقلب على السومة بعد مباراة الفيصل. لماذا؟ لأن السومة أضاع ركلة جزاء في المباراة وأضاع بعض الفرص اللي شاف جمهور الأهلي أنه كانت كفيلة بأنه تخلي الفريق يفوز بالمباراة اللي خسرها 2-1. طيب، هنا على من الخطأ فعليا وما الذي حدث بالضبط؟ في بعض الأحيان في كرة القدم يخرج قائد الفريق أو اللاعب اللي هو نجم الفريق ببعض التصريحات التي تعبر عن غضبه واستياءه إزاء ما يحدث داخل الفريق وبعض التفاصيل والكواليس اللي هو بيعرفها والناس ما بتعرفها، وبالتالي بيطلع بتصريح ما. هذا التصريح بيخلي الجمهور يوقف معه، بيخلي الناس تحبه، بيخلي الناس تدعمه دائما وتنقلب على الشخص المقصود بهذا التصريح. ولكن لسوء حظ هذا اللاعب انه المباراة اللي بعدها على طول بيهدر ركلة جزاء وبيضيع فرص باللقاء، وبالتالي الجمهور اللي كان معه انقلب عليه واصبح يطالبه بانه هو يدفع مهر الدوري. هنا طبعا الضغط زاد على السومة، ضغط كبير انقلب على السومة لسببين: السبب الأول هو التصريح في مباراة الشباب، والسبب الثاني هو العقد الكبير الذي يبلغ 10 ملايين ريال سنويا والذي وقعه السومة مع الأهلي مؤخرا. الناس كلها صارت تطالب عمر السومة بأنه يدفع مهر الدوري ويدفع مهر العقد الجديد قبل ما ينتقد مجلس الإدارة. اللي حدث فعليا يذكرنا بما يحدث دائما ببعض الفرق الكبرى، وكان آخرها برشلونة وقصة ميسي. ميسي اللي كان أيضا هاجم الإدارة ببعض التصريحات، هاجم حتى الجهاز الفني بعد الخسارة بنهاية الموسم الماضي وخسارة لقب الدوري، ويعني شفنا كيف الناس انقلبت عليه لاحقا لما بلش مستواه يتراجع وبلش يقدم مستوى متذبذب مع بداية الموسم الحالي. بعض الناس صارت طالب برحيله حتى عن برشلونة وهو أعظم لاعب في تاريخ النادي. هذا الموضوع بخلينا نوصل لاستنتاج: ذاكرة الجمهور قصيرة جدا، ذاكرة جمهور كرة القدم بشكل عام مش بس جمهور الأهلي، ذاكرة الجمهور بشكل عام قصيرة جدا. روبرتو باجيو اللي كان أحد أهم نجوم الكرة الإيطالية ولليوم ويعتبر أفضل مهاجم مرق بكرة القدم الإيطالية، لما أضاع ركلة جزاء أنهت أحلام إيطاليا بتحقيق لقب كأس العالم 94 أصبح المتهم الأول، وصارت هاي اللقطة عقدة بتاريخ روبرتو باجيو لليوم بعده ما خلص منها. وبالتالي مفهوم جدا تصرف جمهور الأهلي، مفهوم جدا ردة فعل جمهور الأهلي ورد فعل المحللين السعوديين والإعلاميين السعوديين، ولكن من غير المفهوم أنه يصير في إساءات شخصية للاعب، وهذا أمر مرفوض. وندرك جيدا أنه حتى جمهور الأهلي يرفض هذه الإهانات، لأنه عمر السومة ابن الأهلي، عمر السومة نجم الأهلي، عمر السومة أسطورة الأهلي، عمر السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي. وبالتالي ما فعله عمر السومة مع الأهلي مهما حاول البعض التقليل منه فهو كبير جدا، ولا يمكن ولا يحتمل جدالا ولا يحتمل حتى انتقادات وفلان لم يأتي بالدوري وليأتي به المرة هاي. يعني لا يحتمل هذا الحكي، لا يحتمل هذا الكلام كله، لأنه عمر السومة قيمة ثابتة عند الأهلي، قيمة ثابتة بالدوري السعودي ككل. لذلك من المجحف أنك تجي بسبب موقف أو لأنك زعلان منه تبلش تهاجمه وتهدم كل شيء عمله للأهلي خلال السنوات الماضية. بالمقابل عمر السومة أخطأ بلا شك، في خطأ بالموضوع. التصريح ربما في خلاف على أنه خطأ أو لا، ما رح أحكي عنه لأنه في ناس شايف أنه هو صح بصفته قائد الفريق فلازم يطلع يحكي عن اللي بيدور بالكواليس، وفي ناس شايف انه لا، كان لازم يتحمل مسؤولية الهزيمة امام الشباب ويسكت على الموضوع وينتهي كل شيء ولا كأنه في شيء. ولكن بحقيقة الامر الاهم بالنسبة او الخطأ الاكبر بالنسبة لعمر السومة يكمن بانه هو لما طلع حكى باسلوب بين انه
بيهاجم حدا معين او عم بيحمل المسؤوليه لجهه معينه. كان ممكن يطرح الموضوع بشكل افضل، كان ممكن يحكي الموضوع بطريقه افضل من ذلك وتنتهي القصص، ولكن مش هذا جوهر المشكله. انه حتى محمد العويس حكى نفس الكلام، ولكن محمد العويس تالق امام الفيصلي، وبالتالي جمهور ما سال بالموضوع او نسي تصريحاته. اما السومه لانه اضاع ركله جزاء، لانه اضاع بعض الفرص، جمهور شن الهجوم والغضب عليه كلياته. هذه كرة القدم بالنهاية، يعني اللاعب دائما لازم يتحمل، لازم يتحمل غضب الجمهور، لازم يتحمل بعض الأحيان نتيجة أخطائه اللي هو مش شايفها كبيرة، ولكن الجمهور بيشوفها هيك. على كل حال، الأهلي والسومة هل يجب أن تصعد المشكلة ولا كيف ممكن تنحل؟ الحل بسيط جدا، الحل يخرج إداري في النادي الأهلي يدافع عن اللاعب، يخرج اللاعب يعتذر للجمهور وتنتهي القصص كلياتها، وبعدين السومة بيلعب. قدم أداء جيد خلال الموسم، خلي ما قدم أداء جيد فلينتقل، خلص يشوف عرض ثاني الأهلي ويبيعه. أما أنه يصير في إساءة ويصير في شتائم ويصير في هدم لتاريخ عمر السومة، فهذا أمر يعني أصغر مشجع أهلاوي يرفضه بشكل مطلق. لذلك اليوم الحل بسيط جدا، الحل يجب أن يكون سريع جدا، لأنه هاي المشاكل إذا كبرت ما عاد بتنحل. يعني مشكلة مثل مشكلة عمر السومة والأهلي بحال كبرت لن تحل، ورح تسيء للأهلي ورح تسيء لعمر السومة. وبالتالي حل المشكلة بسيط بيد الإدارة، شخصنة الأمور أمر طبعا مرفوض جدا بعالم كرة القدم وبعالم الإدارة بشكل عام، وبالتالي يجب أنه تنحل المشكلة بين إدارة وبين عمر السومة، وبعد ذلك يطلع عمر السومة يعتذر للجمهور، يوعدهم بتقديم مستوى أفضل في قادم المباريات، وتمشي الأمور على أحسن ما يرام، والناس تنسى اللي صار، وكل شيء بألف خير. هذا كان كل شيء بحلقة لون بعد الصافرة، إلى أن نلتقي الأربعاء المقبل. كونوا بألف خير.